بسم الله الرحمن الرحيم. النيرف ترانك عبارة عن bundles من النيرف فايبرز، bundles من المايلينيتد نيرف فايبرز. كان عبارة عن كذا نيرف فايبر عاملين bundle حزمة يعملوا النيرف ترانك أو البريفرال نيرف. طب ايه اللي بيبقى ماسك النيرف فايبرز ببعض؟ كونكتيف تيشو. عندنا انواع للكونكتيف تيشو اللي ماسكه البريفرال نيرف او النيرف ترانك. زي ما احنا شايفين ده النيرف ترانك عباره عن نيرف فايبرز عامله باندل، ادي باندل، ادي الثانيه، ادي الثالثه، يبقى باندلز من النيرف فايبرز كلهم بيعملوا في الاخر النيرف ترانك. طب ايه اللي ماسكهم ببعض؟ الكونكتيف تيشو. عندنا انواع من الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو اللي ماسك النيرف ترانك من بره اسمه ايبي نيوريم. الكونكتيف تيشو اللي جوه اللي حوالين كل باندل اسمه بيري نيوريم. الكونكتيف تيشو اللي حوالين النيرف فايبر الواحد اسمه اندونيوريم. يبقى الكونكتيف تيشو اللي ماسك النيرف فايبرز مع بعض في باندلز ومديها الشكل ده في الاخر عشان تدينا النيرف ترانك عبارة عن ثلاث انواع، زي بالظبط المصل. لو نفتكر المصل الابيميزيوم والبيريميزيوم والاندوميزيوم نفس الحكاية، بس التسمية بتختلف عشان احنا هنا في النيرفس تيشو. فعندنا اللي بره خالص اسمه ابينيوريم وده السراوندنج الهول نيرف ترانك، وعندنا البيرينيوريم اللي surrounding each bundle، والاندونيوريم اللي حوالين الاكسون الواحد. طب لو احنا بنشوف النيرف ترانك تحت الميكروسكوب هيبقى شكله ايه؟ ده لو احنا بنبص على النيرف ترانك تحت اللايت ميكروسكوب بالـ H&E بالهيماتوكسين and eosin، هنلاقي النيرف ترانك عبارة عن باندلز من النيرف فايبر، ادي باندل، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة. وقلنا ان هما ممسوكين بكونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو اللي بره خالص اسمه ابينيوريم، اللي حوالين الباندل الواحدة اسمه بيرينيوريم، اللي حوالين الفايبر الواحدة اسمه اندونيوريم. لو مسكنا النيرف فايبر الواحد وبصينا عليه هنلاقي المايلينيتد نيرف فايبر عبارة عن اكسون في النص حواليه طبقة من المايلين شيس، وبعد كده حواليه النيورولمال شيس اللي معمول بالشوان سيل. ده الكلام اللي احنا قلناه لما جينا نتكلم على انواع النيرف فايبرز، وقلنا في مايلينيتد وفي ام مايلينيتد ما عليهاش طبقه مايلين وفي عليها طبقه مايلين. والمايلين شيس اللي بيعمله في البريفرال نيرف سيستم هو الشوان سيل، فبتعمل حاجه اسمها نيورولمال شيس. يبقى احنا شايفين قدامنا الاكسون في النص بيبقى اسيدوفيليك. بعد كده المفروض الجزء الابيض ده هو المكان المايلين شيس. طب ليه باين هنا ابيض تحت ال H&E؟ لان المايلين شيس عباره عن طبقه من الليبيد، ولو نفتكر مع بعض ان الليبيد بال H&E بيحصل له ديسولفنج اثناء التحضير فبيبان مكان ابيض. وبعد كده عندنا الجزء الاحمر ده هو بقيه السيتوبلازم بتاع الشوان سيل، عامل لي نيورولمال شيس، ودي النيوكلياس بتاعه الشوان سيل. ده النيوكلياس بتاعه الشوان سيل. يبقى ده بالنسبه لي المايلينيتد نيرف فايبر لو ببص عليه تحت ال H&E. تمام، دي صوره مكبره للنيرف فايبر. يبقى ده الباندل، الباندلز، وكل ده النيرف ترانك عباره عن باندلز من النيرف فايبرز، من المايلينيتد نيرف فايبرز. ده تحت اللايت ميكروسكوب هنلاقيه عبارة عن باندلز. ولو كبرنا شوية في الشريحة الجاية هنشوف شكل النيرف فايبر بيبان ازاي. قدامنا هنا ادي المفروض المايلينيتد نيرف فايبر، اللي في النص ده الاكسون، الفراغ الابيض ده مكان المايلين شيس، وبعد كده عندنا الشوان سيل والنيوكليوس بتاعتها، بقية السيتوبلازم بتاع الشوان سيل عامل نيورولمال شيس، ودي النيوكليوس بتاعتها. تاني ادي الاكسون في النص، الفراغ الابيض ده مكان المايلين شيس، وبعد كده النيورولمال شيس والنيوكلياس بتاعه اي نيوكلياس هنا هنلاقيها النيوكلياس بتاعه الشوان سيل. تمام، زي ما احنا شايفين هنا الاكسون بيبقى ماشي في النص، ف
بعد كده الشوان سيل بتلف كذا مرة عشان تعمل المايلين شيس، ادي المايلين شيس، وفي الاخر خالص نيورو لما شيس والنيوكليس اهي بتاعت الشوان سيل. يبقى زي ما قلنا ده شكل النيرف ترانك، وقلنا ان الكونكتيف تيشو تلات اجزاء، اللي بره اسمه ابينيوريم، بعد كده حوالين البندل الواحدة اسمه بيرينيوريم، واللي حوالين الاكزون الواحد او النيرف فايبر الواحد بيبقى اسمه اندونيوريم، ودي الايه النيرف فايبرز. لو بنبص على النيرف ترانك تحت الاوزميك اسيد، هنا انا عشان اسبغ المايلين شيس، ليه انا صبغته بالاوزميك اسيد مش بالاتش ان دي؟ عشان عايزه يبان المايلين شيس. هنا انا بسبغ الليبيد، والجزء الليبيد اللي هو المايلين شيس، فزي ما احنا شايفين دواير فاضيه من جوه. فاضيه من جوه ليه؟ لان انا مش شايف الاكزون ولا حواليها نيورو لما ايه شيس. انا هنا سابغ بس الفراغ الابيض اللي كان بيبقى موجود لما بنسبغ بالاتش ان دي، هيبان حلقه سمراء اللي هو المايلين شيس. يبقى ده النيرف ترانك لو انا سابغه بالاوزميك اسيد باين ايه المايلين شيس. بعد كده عندنا جانجليا. الجانجليا الديفينيشن بتاعها هي عباره عن كوليكشن من النيرف سيل بوديز اوتسايد السي ان اس. المفروض ان السيل بودي او البريكاريوم بتاع النيرف سيل بيبقى موجود في السنترال نيرفس سيستم، في البرين والسباينال كورد، تمام؟ هو ده اللي ايه المفروض اللي هو في الايه في الجراي ماتر. لكن لو حصل وبقت موجوده في البريفرال نيرفس سيستم اوتسايد السي ان اس بنسميها جانجليا. يبقى الجانجليا هي كوليكشن اوف نيرف سيلز اوتسايد السنترال نيرفس سيستم. عندنا كام نوع؟ عندنا 2 سباينال جانجليا، ودي مثال للسنسوري، وعندنا موتور، مثال للموتور جانجليا اللي هي السمباثيك والبارا سمباثيك. النهارده هناخد ايه؟ هناخد السباينال جانجليا كمثال للسنسوري، وهناخد السمباثيك كمثال للموتور. نبدأ بالسباينال جانجليا. بنقول ان السباينال جانجليا بتبقى ليها كبسول من بره، ليها thick connective tissue capsule، الكبسول بتاعتها بتبقى thick. البلود فيزز اللي فيها بتبقى اقل من اختها اللي هي السمباثيك جانجليا. السيلز اللي بتبقى موجودة فيها نوعها ايه؟ احنا قلنا ان جانجليا يعني collection من من السيل بودي بتاع النيرف سيلز outside the central nervous system. طب نوع النيرف سيل اللي فيها ايه؟ اللي هي اليونيبولار نيرف سيل او السودو يونيبولار نيرف سيل. طب شكلها كان عامل ازاي؟ السيل بودي بتاعها كان بيبقى rounded زي ما احنا شايفين، ودي النيوكليوس والنيوكليولس بتاعتها كمان واضحه. طيب السيلز ار variable ان سايز، يعني هلاقي واحده كبيره واحده اصغر واحده صغيره خالص، بيبقى variable ان سايز، ما هماش قد بعض. الخلايا، في خلايا ممكن الاقيها very large ان سايز، وفي خلايا الاقيها small. هي بتبقى في variability ان سايز، بس في خلايا بتبقى large ان سايز. بيبقى حواليها طبقة من السبورتيف سيلز اسمها ساتلايت سيلز. ساتلايت سيلز داير ما يدور، بتعمل طبقة داير ما يدور حوالين السودو يونيبولار سيلز. الخلايا بتبقى موجودة ازاي؟ موجودة in groups، يعني هنلاقي السيلز موجودة in groups، مش هتلاقيها كلها موجودة في كل حتة جوه الجانجليا، لا موجودة in rows، يا اما في صف زي ما احنا شايفين كده، او في groups. بيفصلها عن بعض مايلينيتد نيرف فايبرز. يبقى النيرف فايبرز اللي هنا دي نوعها ايه؟ مايلينيتد او سيك مايلينيتد نيرف فايبرز. زي ما احنا شايفين ادي الجانجليا، السباينال جانجليا بتبقى ليها كبسول، ثيك كبسول، البلود فيزز اللي فيها بتبقى قليله، ليس فاسكولار. هلاقي الخلايا اللي جواها سودو يونيبولر different in sizes، المفروض يعني لما تترسم تبقى السايزز مختلفة اكتر من كده. دايما موجودة in rows او groups. بيفصلها عن بعض thick myelinated nerve fibers. حوالين السودو يونيبولر nerve cell في طبقة
continuous layer من satellite cells. ادي شكلها تاني زي ما احنا شايفين في different pseudonuclear cells بتبقى different in size، ما هيش uniform in size، different in size. زي ما احنا شايفين شكل السيل بودي بيبقى rounded حواليه طبقة continuous من satellite cell بيفصلهم عن بعض ما بين كل جروب والتاني. يعني زي ما احنا شايفين في المكان فاضي اهوت مفيهوش cell bodies. ده ايه؟ ده thick myelinated nerve fibers، ودي الايه السيل بودي بتاع pseudonuclear nerve cell. السمباثيك جانجليا، السمباثيك جانجليا بتبقى ليها كبسول بس بتبقى thin كبسول. الخلايا بتاعتها نوعها ايه؟ هنا مالتي بولر نيرف سيل مش pseudonuclear، لا دي المالتي بولر نيرف سيل اللي بتبقى عامله شبه النجمه، بتبقى يونيفورم ان سايز كلهم تقريبا قد بعض. زي ما احنا شايفين مش موجودين ان جروبس، لا دول ايه سكاترد او متنطورين في كل الايه جانجليا، ما هماش موجودين ان جروبس. بيفصلهم عن بعض unmyelinated nerve fibers. هنا هناك في السباينال جانجليا كانت thick myelinated nerve fiber، هنا العكس thin unmyelinated nerve fibers. الفاسكولاريتي بتاعتها او blood vessels اللي فيها اكتر، و زي ما احنا شايفين كلهم uniform in size. طبعا برضو covered حواليها في طبقة من الساتلايت سيل لكن عددها اقل، ما بتعملش complete layer حواليها، لا بيبقى عددها اقل، يعني 2-3 بس حوالين كل نيرف سيل. ده شكل السمباثيك جانجليا. زي ما احنا شايفين الخلايا بتاعتها ما هيش rounded زي ما كنا شايفين في السباينال، لا بنلاقيها مختلفة في الشكل طبعا، لأنها زي ما احنا شايفين ليها بروسيسز اهي المالتي بولر نيرف سيل، وما هياش موجودة ان جروبس، بتبقى سكاترد وتقريبا كلها نفس الحجم، مش هلاقي واحدة كبيرة قوي واحدة صغيرة قوي، لا تقريبا كلها نفس الحجم. يبقى ده بالنسبة لي السمباثيك جانجلي. زي ما احنا شايفين ده شكل السمباثيك جانجليا، الخلايا بتاعتها بتبقى موجودة في كل الجانجليا، انما في سباينال هنلاقيها موجودة ان جروبس بس. هنلاقي في اماكن مفيهوش نيرف سيلز، في فايبرز بس لانها موجودة ان جروبس، انما هنا هتلاقيها كلها عاملة زي النجوم في السماء في كل حتة، وهنلاقيها تقريبا يونيفورم ان سايز، تقريبا نفس الحجم، انما هنا مختلفة ان سايز، هنلاقي واحدة كبيرة قوي، واحدة صغيرة، واحدة اصغر، ف different in أو variable in size. يبقى differences between the spinal and sympathetic ganglia. The spinal ganglia هنلاقي إن نوع السيلز اللي فيها pseudonuclear، لكن sympathetic multipolar. هنلاقي إن الخلايا بتبقى large with central nucleus، هنا بتبقى small، لو قارناها بال large cells بتبقى موجودة في السباينال هنلاقيها small، والnucleus بتاعتها بتبقى eccentric. دي بتبقى موجودة in groups أو rows يعني في صفوف أو مجموعات، هنا بتبقى scattered. satellite cells بتعمل complete layer surrounding the cell body، إنما هنا بتبقى أقل فبتبقى incomplete layer. الفايبرز اللي هنا separating the cell bodies بتبقى thick myelinated nerve fiber، هنا بتبقى thin unmyelinated nerve fibers. الكبسول هنا بتبقى thick، هنا بتبقى thin، وهلاقي الفاسكولاريتي هنا أقل من هنا، البلود فيزلز في السمباثيك بتبقى اكتر، وده الفرق في الشكل ما بين السباينال والسمباثيك. ادي السباينال زي ما قلنا في جروبس، المفروض ان احنا نوضح اكتر ان في variability in size، ان الخلايا بتبقى مختلفه في السايز عشان يبان الفرق، وبتبقى موجوده ان جروبس تمام، وديت السمباثيك. بعد كده عندنا نيوروغليال سيلز. نيوروغليال سيلز، في نيوروغليال سيلز بتبقى موجوده في البريفيرال نيرفس سيستم، ودي خدناها اللي بتعمل المايلين شيز في البريفيرال نيرفس سيستم اللي هي شوان سيل، ولسه واخدين دلوقتي في الجانجليا بيبقى فيه ساتلايت سيل. يبقى نيوروغليال سيلز ايه هو نيوروغليال سيلز؟ نيوروغليال سيلز دي عباره عن خلايا سبورتيف، بتعمل سبورت في النيرفس سيستم، مش وظيفتها ان هي تنقل الاشاره العصبيه زي النيرف سيلز، لكن وظيفتها ان هي تعمل سبورت. زي مين؟ زي شوان سيل. طب شوان سيل كان وظيفتها ان هي بتعمل سبورت ل
النيرف سيل وكمان بتعمل المايلين شيث، فدي مش وظيفتها ان هي تنقل الاشاره العصبيه زي النيرف سيل. فدول النيورو جلايال سيل، مجموعه من السبورتيف سيلز، خلايا موجوده في النيرف سيستم ولكن مش وظيفتها ان هي تنقل الاشاره العصبيه. خدنا في البريفرال نيرف سيستم خليتين، شوان سيل والساتلايت سيل في الجانجلي. بالنسبه للسنترال نيرف سيستم عندنا اربعه، يبقى تاني عندنا شوان سيل اللي قلنا بتعمل مايلين شيث في البريفرال نيرف سيستم والنيورولمال شيث، وعندنا الساتلايت سيل لو نفتكر مع بعض دي السودو يونيبولار سيل اللي كانت موجوده في السباينال جانجليا، دي الخليه بتبقى راوندد وادي النيوكليوس بتاعتها والنيوكليولوس، وادي الساتلايت سيلز داير ما يدور حوالين السيل بودي بتاع السودو يونيبولار نيرف سيل. بالنسبه للنيوروجلايال سيلز في السنترال نيرف سيستم عندنا اربع خلايا، الاوليجودندروجلايال سيلز، والاوليجودندروجلايال سيلز برضو خدناها لما قلنا المايلين شيث في السنترال نيرف سيستم مين اللي بيعمله، الاوليجودندروجلايال سيلز وهي واحده من النيوروجلايال سيلز. عندنا الاستروسايتس، عندنا خلايا اسمها الابن دايمال سيلز والمايكروجلايا. ده الاستروسايت، دي الاوليجودندروجلايال سيلز زي ما احنا شايفين بتعمل المايلين شيث حوالين الاكسونز بتاع في السنترال نيرفس سيستم. وعندنا مايكروجلايا ودي واحده من الفاجوسيتيك سيلز اللي هي وظيفتها فاجوسايتوزيس زي المونوسايت بتعمل فاجوسايتوزيس. وعندنا الابن دايمال سيلز هنتكلم عليهم كمان شويه. عندنا اول خلايا الاوليجودندروجلايا او اوليجودندروسايت، ودي خليه بتبقى موجوده في الجري والوايت ماتر في السنترال نيرفس سيستم، هي خليه بتبقى سمول سيلز النيوكليس بتاعتها بتبقى دارك وسمول، عندها القدره ان يحصل لها ديفيجن ان هي تعمل انها تقدر كان ديفايد، فعشان كده فيها سنتريول على عكس النيرف سيل اللي قلنا ما فيهاش سنتريول لانها كانوت ديفايد. في نوعين، النوع اللي بيبقى موجود في الجري ماتر بيبقى ساتلايت سيلز بتبقى نير السيل بودي، بتبقى في الجري ماتر، احنا عارفين الجري ماتر اللي بيبقى فيه السيل بودي، الوايت ماتر اللي بيبقى فيه الاكسونز. فالجري ماتر بيبقى فيه الساتلايت سيل او نوع الاوليجودندروسايت الساتلايت بتبقى موجوده في الجري ماتر وبتبقى جنب السيل بودي، طالما موجوده في الجري ماتر يبقى جنب السيل بودي اوف نيورونز وبيبقى وظيفتها السبورت. في نوع تاني بيبقى انترفاسيكولار وده بيبقى ما بين النيرف فايبرز او ما بين الاكسونز، وده وظيفته اللي بيعمل المايلين شيث في السنترال نيرفس سيستم. هنا هيبقى وظيفتها طالما هي ما بين الاكسونز يبقى دي هتبقى وظيفتها ان هي تعمل المايلين شيث. يبقى تاني الاوليجودندروسايت او الاوليجودندروجلايا ليها نوعين، واحده في الجري ماتر واحده في الوايت ماتر، اللي في الوايت ماتر خلاص يبقى ما بين الاكسونز وظيفتها تعمل المايلين شيث، اللي هتبقى في الجري ماتر هيبقى اسمها ساتلايت سيل ودي هتبقى سبورتيف سيل. تاني خلية عندنا الاستروسايت، والاستروسايت هي خلية بتبقى ليها بروسيس كتير وبتبقى برضو موجودة في الوايت والجري ماتر، ففي عندنا برضو نوعين من الاستروسايت، في عندنا بروتوبلازميك ودي بتبقى موجودة في الجري ماتر، وعندنا الفايبروس بتبقى موجودة في الوايت ماتر. الفرق ما بين الاتنين ان الفايبروس بتبقى ليها long few processes، عدد البروسيس اقل من البروتوبلازميك ولونج بروسيسز، لكن بتبقى موجودة في الجري ماتر اللي هي البروتوبلازميك بتبقى ليها short وميني بروسيسز. وظيفة الاستروسايت ايه زي ما احنا شايفين هنا، ادي الاستروسايت بيبقى ليها بروسيسز بتبقى عاملة واقفة على البلود فيزلز بفيت، الفيت بتاعتها او الرجلين بتاعتها دي واقفة على البلود فيزلز وهي برضو متصلة بالايه النيرف سيل. طب بتساعد في ايه؟ بتساهم طبعا ان هي بتعمل البلود برين بارير، البارير ما بين البلود والبرين، وان هي كنترول الاكسشينج اوف ميتابولايتس بالفيت اللي بتبقى موجودة على الكابيلاريز، ودي كمان المسؤولة عن ان هي تعمل ريبير بانها تعمل سكار فورميشن. طبعا احنا عارفين ان اي انجري في السنترال نيرفس سيستم هيبقى الريبير بتاعته، طبعا اي نيرف سيل بيحصل لها دامج مش هتقدر ان هي تعوض لان هي كانوت ديفايد، النيرف سيل كانوت ديفايد. طب بيحصل
ريبير بايه؟ بفايبرس تيشو. طب الفايبرس تيشو ده مين اللي هيكونه؟ الاستروسايت. يبقى ده بالنسبه ليه وظيفه الاستروسايت. زي ما قلنا types of astrocyte اللي هي protoplasmic او fibrous. البروتوبلازميك موجوده في الجراي ماتر، انما الفايبرس موجوده في الوايت ماتر. زي ما احنا شايفين البروتوبلازميك بتبقى البروسيسز بتاعتها شورت، ولكن بتبقى ميني بروسيسز، ميني شورت بروسيسز. لكن اللي بتبقى في الفايبرس بتبقى البروسيس بتاعتها لونج، طويله ولكن عددها اقل. بعد كده عندنا الابندايمال سيل. والابندايمال سيل ديت هي بتبقى موجوده في السنترال كانال اوف السباينال كورد وفي الفنتريكلز اوف ذا برين. بتبقى موجوده في السنترال كانال هنا، وبتبقى موجوده في الفنتريكلز بتاعه البرين. طب هي شكلها بيبقى عامل ازاي؟ زي ما احنا شايفين ان هي بتبقى كيوبيكال، سمبل كيوبيكال، او ممكن تكون طويله شويه كولومنر، ولكن عليها سيليا سيليتد. تمام. يبقى ده الابندايمال سيل بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في السنترال كانال في السباينال كورد، بتعمل لايننج ليه من جوه، أو بتبقى موجودة في الفنتريكلز وعاملة لها لايننج. شكلها إيه؟ بتبقى سمبل كيوبيكال أو طويلة شوية سمبل كولومنا، وبيبقى عليها سيليا، ميبي سيليتد. طيب الفانكشن بتاعتها إيه؟ دي اللي بتعمل فورميشن للسي اس اف. دي وظيفتها ان هي تعمل فورميشن للسي اس اف. طبعا وظيفه السي اس اف ان هو بيديكريز الويت اوف ذا برين ويعمل بروتكشن وكيميكال ستابيليتي. اخر خلايا عندنا هي المايكروجلايا. المايكروجلايا هي خلايا برضو موجوده في الجراي والوايت ماتر، وهي وظيفتها الفاجوسايتوزيس زي المونوسايت بالظبط، وما بيبقاش فيها اي سنتريول وكانوت ديفايد. يبقى ده بالنسبه للمايكروجلايا. المايكروجلايا هي خليه فاجوسيتك، دي اللي بتعمل فاجوسايتوزيس، عشان كده ممكن اشوفها بالفيتال ستين زي التربان بلو زي الماكروفاج بالظبط. تمام. يبقى ديت المايكروجلايا. الاوريجن بتاعها جاي من المونوسايت، بيختلف اسمها بس عشان هي موجوده في السي ان اس، فهي اسمها مايكروجلايا.